تذكر طالبتي العزيزة، ماذا تعرفنا في الأجزاء الثلاثة التي سبقت الجزء الأخير من درسنا؟ نعم، تعرفنا على ما هي كتارة، ما معنى اسم كتارة، ما الفعاليات والمهرجانات التي يتضمنها هذا الحي، وما هي المرافق والمنشآت الذي يحتويها الحي الثقافي كتارة. تعرف طالبتي العزيزة على أهداف درسنا. دائما لا ننسى القراءة الجهرية المعبرة، وأثناء القراءة أستطيع أن أستكشف وأحدد السمات اللغوية التي ستذكر لاحقا. الهدف الثاني يستكشف السمات اللغوية تعرف إليها سابقا. لدينا مهارة تعرفنا عليها لكن نعيدها من خلال درس كتارة، يميز التشبيه في النص تمييزا صحيحا. الآن طالبتي العزيزة استمعي إلى قراءة المعلمة، ولا ننسى بأن أمسك القلم بيدي لكي أضع الملاحظات المهمة أثناء قراءة المعلمة. كتارة، المنارة الثقافية القطرية. الحي الثقافي كتارة. الآن طالبتي اكتبي جنب الحي الثقافي كتارة، اكتبي جملة افتتاحية. جملة افتتاحية. وماذا نقصد بالجملة الافتتاحية؟ نقصد بأنها جملة توضح وتفصل معنى الفقرة التي مراد قراءتها. إذا الجملة الافتتاحية تعطيني تفصيل وتوضيح. الآن انظر، الحي الثقافي كتارة هو حي يجمع بين الثقافة والفن والتراث. انظري الآن، عرفتي ما هو معنى كلمة الحي الثقافي؟ هو حي يجمع بين، ضعي خط، الثقافة والفن 2، والتراث 3. إذا هذه 3 نقاط يجب أن تحددينها في النص للإجابة لاحقا عن أسئلة تخص هذه الفقرة من خلال سلسلة من الفعاليات. ضعي خط أسفل الفعاليات، وفعاليات هو جمع مؤنث سالم ومفردها فعالية. مفردها فعالية. وما معنى فعالية؟ بمعنى نشاط، بمعنى نشاط أو حدث، نشاط أو حدث. والمهرجانات والمسابقات. انظري طالبتي العزيزة، جميع هذه الكلمات تعود إلى مهارة جمع المؤنث السالم التي تنتهي بألف وتاء. ويوجد هنا جانبا معنى كلمة مهرجان هو احتفال يقام ابتهاجا لحدث سعيد أو إحياء لذكرى عزيزة. إذا نكمل من الفعاليات والمهرجانات والمسابقات التي ينظمها طوال السنة وتستقطب جمهورا كبيرا ليس محليا فقط. محليا يا طالبتي العزيزة بمعنى فقط من داخل البلد، بمعنى فقط من داخل البلد، وإنما ليس فقط من داخل البلد، وإنما يحضر من خارج البلد من بلدان مختلفة عربية وأوروبية، وإنما على المستوى الإقليمي والعالمي، وإنما على المستوى الإقليمي والعالمي. الإقليمي كما ذكرنا بمعنى محلي أو في منطقة معينة
أو محددة، والعالمي ما يخص جميع البلدان. إذن هذه المقدمة تبدأ من الحي الثقافي في كتارا وتنتهي إلى المستوى الإقليمي والعالمي. وبدأنا بنكتب جانبا طالبتي، إذن كلمة المقدمة والجملة الافتتاحية. ننتقل إلى سبب التسمية. إذن لدي أنا معلومات عن حي اسمه كتارا. الآن أبدأ بجمع هذه المعلومات التي تخص هذا الحي. سبب التسمية، انظري اكتبي جنب هذا سبب التسمية عنوان فرعي. عنوان فرعي، ما فائدة هذا العنوان الفرعي يا طالبتي؟ يقوم بتنظيم المعلومات. يقوم بتنظيم المعلومات، أي عندما أوجه سؤال ما سبب التسمية؟ هل تذهبين إلى مهرجانات وفعاليات أم مباشرة تذهبين إلى كلمة سبب التسمية؟ نعم أحسنتي، تذهبين إلى سبب التسمية لأن هذا هو هذا هو جواب السؤال الذي سئل. هذا هو جواب السؤال. إذن لديك عنوان فرعي يساعدك على تنظيم المعلومات. من العنوان تستطيعين أن تعرفين بأن هذه الفقرة مخصصة لتوضيح هذه الفكرة. ما هي الفكرة يا طالبتي؟ لماذا سميت كتارا؟ نكمل. إذن سبب التسمية تكتبين جنبها عنوان فرعي، وتفتحين قوس وتكتبين تنظيم المعلومات. إذن العنوان الفرعي يقوم بتنظيم المعلومات. إذن كتارا هو أقدم اسم أطلق على شبه الجزيرة القطرية. إذن هو اسم لشبه الجزيرة القطرية في الخرائط الجغرافية والتاريخية منذ العام، تؤكدين ضعي خط أسفل، 150 الميلادي. وقد ارتأت مؤسسة كتارا أن تعيد إحياء اسم قطر القديم دعما لربط الإنسان بجذوره التاريخية، وتكريما لموقع قطر المهم والمتميز منذ فجر التاريخ. انتهت هذه الفقرة عن سبب تسمية كتارا لهذا الحي. ننتقل إلى مهرجانات وفعاليات. إذن تعرفنا أنه حي ثقافي يضم جميع الفعاليات والمهرجانات، وتكون على مستوى محلي خاص في قطر وفي الدول العربية، ويكون عالمي على مستوى باقي الدول العالم. ثم انتقلنا إلى الموضوع الثاني اللي هو العنوان الفرعي، لماذا سميت كتارا؟ ننتقل إلى الموضوع الآخر وهو مهرجانات وفعاليات. أيضا تكتبين عنوان فرعي وتكتبين تنظيم المعلومات. يضم الحي الثقافي العديد من المهرجانات الثقافية والتراثية. نقف هنا طالبتي العزيزة عند كلمة الثقافية والتراثية لنوضح ما معنى كلمة ثقافة. أقول والله أنا أحب أن أكون متعلمة ومثقفة. إذن كلمة ثقافة أكتبي طالبتي بأنها مهارة وعلم وحضارة. أما مهارة تعطيني كلمة ثقافة، أنا ثقافتي إنجليزية، إذن أنا لدي مهارة في تعلم اللغة الإنجليزية، أو أنا لدي علم، عندي ثقافة فرنسية، إذن أنا أيضا عندي علم
اللغة الفرنسية، وحضارة. إذن كلمة ثقافة يا طالبتي تدل على أما مهارة أو علم أو حضارة. أما التراث فهو ما تركه الأجداد، التراث ما تركه أجدادنا. الآن واضح لديك الكلمتان؟ إذن نكمل. التي تكون على مستوى عال من التنظيم، مثل مهرجان كتارا للمحامل التقليدية. ضعي خط واكتبي واحد هنا هذه الفقرة. انظري طالبتي الآن تبدأ توضح لي أو تعطيني معلومات، تزودني بمعلومات عن المهرجانات والفعاليات التي تقام في هذا الحي. إذن رقم واحد، ضعي رقم واحد، مهرجان كتارا للمحامل التقليدية. انظري طالبتي من كلمة تقليدية، إذن تدل على ثقافة أم تراث؟ نعم أحسنتي، تدل على تراث، تدل على تراث، وذكرنا بأن التراث ما تركه الأجداد، ما تركه الأجداد. ومهرجان الصقور والصيد، ومهرجان الصقور والصيد. أيضا طالبتي ضعي خط أسفلها واكتبي رقم 2. أيضا هذه من المهرجانات نعم تراثية أيضا، لأنه الصقور والصيد من زمن الأجداد. نأتي إلى رقم 3، ومسابقة شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. ضعي خط واكتبي رقم 3، وهنا الشعر والأدب والقصة، هل هو بالتراث أم بالثقافة؟ نعم أحسنتي ثقافة، إذن اكتبي فوق رقم 3 ونوع المسابقة هنا أو المهرجان إنها ثقافية. وجائزة الرواية العربية التي تعد من أهم المسابقات الأدبية في الوطن العربي، الرواية يا طالبتي بمعنى القصة. إذن القصة هل هي تراث أم ثقافة؟ كتابة القصة أحسنتي إنها ثقافية، أيضا ضعي خط واكتبي رقم 4. ومؤخرا احتضنت كتارا افتتاح بطولة العالم للألعاب الشاطئية، لأنها تقع على الشاطئ فقامت ببطولة جديدة، أيضا ضعي خط أسفلها رقم 5، هنا ألعاب الشاطئية، ألعاب تقوم على الشاطئ. انتهينا من فقرة مهرجانات وفعاليات، حددنا المهرجانات والفعاليات، وميزنا بين نوعها ثقافي أم تراثي. انتهى العنوان الفرعي لهذا، انتهت المعلومات للعنوان الفرعي مهرجانات وفعاليات. نكمل. ننتقل إلى العنوان الفرعي الآخر، مرافق ومنشآت. أيضا طالبتي اكتبي عنوان فرعي واكتبي جنبه أيضا بجانبه تنظيم المعلومات. وهنا وصلنا إلى الفقرة الرابعة، وهنا وصلنا إلى الفقرة الرابعة. المقدمة كانت الفقرة الأولى، سبب التسمية كانت الفقرة الثانية، مهرجانات وفعاليات كانت الفقرة الثالثة. الآن بجانب مرافق ومنشآت اكتبي رقم الفقرة الرابعة، وأيضا عنوان فرعي، وأيضا لتنظيم المعلومات. نتعرف من خلال هذه الفقرة، يضم الحي الثقافي مباني
عديدة منها. إذن نتعرف على الأبنية الموجودة في هذا الحي. نموذجا حديثا للمدرج الروماني، ضع خط. لدينا للمدرج الروماني، ضع خط، اكتبي واحد. ومسرح الدراما، اكتبي، ضعي خط واكتبي رقم 2. إذن أولا لدينا المدرج الروماني، 2، ومسرح الدراما، ودار الأوبرا، 3، دار الأوبرا، وقاعة المناسبات العامة، خط، قاعة المناسبات العامة، رقم 4. متعددة الأغراض بمعنى لمختلف المناسبات. متعددة الأغراض بمعنى مستوى مختلف الأغراض، احتفالات، أعراس، أنشطة مختلفة، مناسبات مختلفة. كما يحتضن عددا من المؤسسات الثقافية القطرية المهتمة بالنواحي الثقافية والفنية والأدبية التي تقدم أنشطتها الثقافية طوال العام. إذن تعرفنا في هذه الفقرة عن الأبنية الموجودة داخل الحي الثقافي كتارو. وفي أثناء الأنشطة الثقافية يتاح يعني يوفر أمام الزائرين العديد من معالم الجذب الترفيهي، الأخرى. لنرى ما هي الأشياء التي تستطيعين التمتع بها وأنت تذهبين لزيارة هذا الحي الثقافي. حيث يشمل الحي الثقافي مطاعم عالمية، بمعنى مطاعم للعرب للأجانب تقدم وجبات مختلفة. رفيعة المستوى تقدم مأكولات متنوعة، وتستعرض بمعنى تظهر. تستعرض، ضعي خط أسفلها، جذرها عرض، وعرض بمعنى إظهار. فنون الطبخ من مختلف الثقافات، الآن نعود إلى كلمة يشمل الحي الثقافي مطاعم عالمية. ضعي أسفل كلمة مطاعم عالمية وصف، لم يقل مطعم وانتهى، لا، قام بوصف إن هذه المطاعم عالمية، يعني متنوعة، ليس تخص فقط العرب أو قطر، لا، وإنما متنوعة. لماذا؟ لكي يستطيع تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم. إذن اكتبي طالبتي العزيزة أسفل كلمة مطاعم عالمية وصف. مطاعم عالمية، هنا وصف الكاتب المطاعم. ونأتي إلى كلمة وتستعرض فنون الطبخ، تستعرض، جذرها عرض أو عرضة، ومعنى كلمة عرضة إظهار، معنى كلمة عرضة إظهار. نأتي ومن المرافق المهمة شاطئ كتارا الذي يعد أكثرها جمالا وتألقا في الحي الثقافي، وهو شاطئ ممتد، أيضا ضعي خط أسفل كلمة شاطئ ممتد، ضعي خط، وأكتب أيضا هنا وصف
يصف الكاتب، لم يقل شاطئ وسكت، لا، وإنما وصفه ممتد على مساحة 1.5 كيلومتر. ويسخر، يسخر، يسخر تأتي من زخرة، يسخر تأتي من زخرة، وزخرة بمعنى امتلأ أو فاض، ويدل على الكمية الكبيرة. يسخر، زخرة تأتي من معنى كلمة امتلأ وفاض، بمختلف الرياضات المائية، بمعنى هناك رياضات متنوعة مختلفة كثيرة مائية، خصصها بالمائية يعني التي تقام في الماء. نكمل، وفي المساء يستمتع الزوار بالمتنزهات الممتدة، أيضا هنا ضع خط بالمنتزهات الممتدة، لم يقل المنتزهات الكاتب وانتهى، لا، وإنما أتم الوصف. إذن بالمنتزهات الممتدة، ضعي أيضا أسفلها خط وأكتبي وصف، على طول الكورنيش والمطلة على مياه الخليج المتلألئة، إضافة إلى محلات تقديم المأكولات والمشروبات والأسواق النابضة بالحياة. هنا أيضا وصف، وصف بأن كثرة الزوار والحركة من البيع والشراء. نأتي إلى الخاتمة، خاتمة الموضوع دائما الآن، وما يدل على الخاتمة وأخيرا. إذن أكتبي هنا جانبا الخاتمة. الفقرات الثانية والثالثة والرابعة جميعها طالبتي تدل على عرض النص. وأخيرا اكتبي الخاتمة، فإن كتارا ليس مجرد مشروع ترفيهي تجاري، إذن هي ليس مكان فقط للتمتع أو لمكان البيع والشراء وإقامة المعارض لغرض الكسب المادي، وإنما هو مشروع متكامل يجمع بين مختلف الأنشطة الثقافية. إذن يجمع بين مختلف الأنشطة الثقافية ليكون منارة ثقافية عالمية ونقطة تمازج. تمازج يعني مزج، تمازج، ضع خط أسفلها طالبة العزيزة، تعني مزج، ومزج بمعنى خلط، بمزج بمعنى خلط. وهنا في كتارة تختلط جميع الثقافات من جميع دول العالم كما ذكرنا سابقا. ونقطة مزج أو خلط فريد، انظري، بين ماذا؟ ثقافات دول العالم وحضارتها. الآن نقف هنا وقفة ليكون منارة ثقافية عالمية. إذن لدي هنا، أكتبي طالبتي، المشبه. هذه المهارة تعلمناها. إذن أكتبي المشبه، من يتكلم؟ من هي المنارة الثقافية العالمية؟ نعم، أحسنتي، إذن أكتبي المشبه هي كتارة. أنا أتكلم عن من؟ نعم، المشبه هي كتارة. شبهتها بماذا؟ شبهتها بماذا؟ نعم، أحسنتي، منارة ثقافية عالمية. إذن المشبه به منارة ثقافية عالمية. طيب، ما هو الأثر؟ لماذا أنا شبهت بكتارة بهذه المنارة العالية المرتفعة بالثقافة وعالمية؟ ما هو الأثر أو الغرض؟
اكتبي طالبتي، الأثر أو الغرض، دور كتارة في نشر الثقافة، لأن لها دور كبير وواسع في نشر الثقافة، لذلك شبهتها بمنارة ثقافية عالمية. الآن طالبتي تستطيعين الإجابة بعد أن وضحنا نصنا المعلوماتي عن هذا الحي الثقافي. تستطيعين الإجابة إلى الدراسة والتذوق، وأنا واثقة من استطاعتك الإجابة عن هذه الأسئلة. نعيد ونكتب جانب الصور، هل ساعدتك الصور في توضيح المعلومات؟ عندما ذكرت المسرح وعندما ذكرت الشاطئ، هل ساعدت هذه الصور في توضيح المعنى؟ نعم، أحسنتي. إذن اكتبي جانب الصور، ما أهميتها في النص المعلوماتي؟ تفيدني في ماذا؟ نعم، توضيح المعنى، توضيح المعنى. جزاك الله خيرا. طالبتي العزيزة، لقد ورد في النص مهارات عديدة، نتذكر جزء منها ونأخذ أولا مهارة جمع مؤنث السالم. جمع مؤنث السالم يدل على جمع الفتيات، ولدينا بعض الكلمات وردت، عندنا فعاليات مفردها فعالية، مهرجانات مهرجان، ومسابقة مسابقة. دائما الجمع المؤنث السالم ينتهي بألف وتاء. لدينا الصفة والموصوف. الصفة والموصوف، هل تذكرين طالبتي؟ شبهنا بأن الصفة والموصوف هم توابع، واحدة تتبع الأخرى، وهم متشابهان مثل التوأم. لو تأتي نكرة نكرة، مفردة مفردة، مؤنثة مؤنثة، وأيضا في الإعراب. نأتي الآن إلى كلمة عمري، متنزهات ممتدة. الصفة ممتدة لمن؟ للمتنزهات، جاءت هنا مؤنثة ونكرة نكرة. مياه الخليجي، مياه الخليجي، مياه النكرة الخليجي، معرفة أصبحت مضاف ومضاف إليه. مياه الخليجي ما هي صفتها؟ المتلألئة. إذا المتلألئة هي الصفة لمن؟ لا، مياه الخليج. نأتي إلى الأسواق النابضة، ما هي صفة الأسواق النابضة؟ انظري، الأسواق معرفة بأل، والنابضة معرف بأل أيضا. إذا الصفة مهارة الصفة والموصوف تطابقها في الإعراب، في التذكير، في التثنية، في المفرد، في النكرة والمعرفة. لدينا مهارة أخرى استخدمها الكاتب أثناء الدرس، حرف عطف للمشاركة. لدينا حروف عطف كانت للمشاركة وللترتيب والتراخي والترتيب والتعاقب. نأخذ المشاركة، وهنا طالبتي نركز بأن أقرأ السؤال قراءة جيدة لفهم المعنى. حرف عطف للمشاركة، هنا حدد المشاركة، إذن يجب أن تختارين المشاركة. لكن لو يأتي السؤال حرف عطف بدون أي تحديد لأي جزء، لك الحرية والخيار في أن تختاري أي حرف عطف. لكن أنا هنا أكدت على حرف عطف للمشاركة اللي هو حرف الواو. أحسنتي. الصقور والصيد، الثقافة والفن، ومسرح لدراما، ودار الأوبرا، وجاءت للربط والمشاركة في نفس الوقت. ثم نأتي إلى توظيف الفعل المضارع. لو تعودين إلى كل فقرة من الفقرات ستشاهدين بأن وظف الفعل المضارع. لدينا يضم، لدينا يجمع، لدينا فاعل تعيد. ونتذكر بأن الفعل المضارع يبدأ دائما بألف ونون وياء وتاء تضاف إلى الفعل. وللتأكيد أنه فعل مضارع أم لا، أودي إلى الماضي
الفعل تتأكدين إنه مضارع أم لا من حيث إضافة الحروف ألف أو ياء أو تاء أم نون. نأتي إلى حرف الجر والاسم المجرور. حرف الجر يسبق الاسم المجرور، من حرف جر، خلال اسم مجرور، في حرف جر، الخرائط اسم مجرور، على حرف جر، مستوى اسم مجرور، وهكذا. الاسم المجرور يأتي بعد حرف الجر. استخدم الكاتب أيضا ضمائر كتارة، هو أقدم اسم ينظم أن أقدم اسم كتارة هو تعود على من؟ نعم على كتارة. لدينا أيضا هنا ينظمها، هنا الهاء أيضا جاءت ضمير متصل، وهنا ربط الإنسان بجذوره، الهاء تعود على من؟ على الإنسان وربطه بجذوره. ثم لدينا مهارة الاسم الموصول وظفها الكاتب خلال النص. الكاتب في نهاية النص، نهاية الموضوع في الخاتمة، عندما ذكر بأن ذكرنا سابقا بأن الموضوع تكون من مقدمة وعرض وخاتمة. المقدمة كانت تعريف للمرفق، ثم العرض جاء بالعناوين الفرعية والتفاصيل لها، ثم وصلنا إلى الخاتمة وبدأ بكلمة، وأخيرا استخدم هنا مهارة التشبيه. ولماذا نستخدم مهارة التشبيه؟ توضيح المعنى وتقريبه للأذهان لبيان صفته أو أهميته. لدي هنا مثال، الأم كالبحر في العطاء. شبهت من؟ المشبه هي الأم. شبهتها بماذا؟ بالبحر. ما هي أداة التشبيه؟ الكاف، حرف الكاف. لماذا شبهته؟ ما هو وجه الشبه؟ البحر واسع وكبير. إذن عطاء الأم لأولادها هل يتوقف؟ لا، مستمر. هل هو قليل أم كثير؟ كثير وواسع. عندما تكونين صغيرة تحتاجين إلى الأم، كبيرة أيضا تحتاجين إلى الأم ونصيحتها واهتمامها دائما. إذن وشبهت الأم بالبحر للواسع والكثير، وأيضا وما يحتويه البحر من أشياء ثمينة كالمرجان واللآلئ، وأمي هكذا مثل اللآلئ والمرجان في نصيحتها، في تربيتها، في اعتنائها به. إذن هنا الأم كالبحر في العطاء. أتي إلى المجتهد مثل النحلة في إداء الواجب. شبهت من؟ المجتهد. شبهته بماذا؟ النحلة، هذه الحشرة العظيمة. ما هي أداة التشبيه؟ استخدمت ماذا؟ مثل. لماذا أنا أشبهك بالنحلة؟ هذه الحشرة المفيدة النشيطة، للنشاط والنظام، كيف تعمل بالنظام ونشاط، دائمة الحركة. أقول المعلمة مثل الأم في حنانها. شبهت من؟ المعلمة. شبهتها بمن؟ بالأم. بماذا؟ ما هو الشيء الذي يربط المعلمة بالأم؟ مثل الحنان والعطف. تأتينا أحيانا لا تؤدي يا أبلة، سامحيني لم أؤدي الواجب. نعم أسامحك، أعطف عليك، لو كنت مريضة أعتني فيك، لو هناك أي صعوبة في أي مادة أي درس. فالأم والمعلمة متشابهتان بالحنان والعطف. الآن طالبتي العزيزة، هل تستطيعين أن تعملين ملخص لدروسنا السابقة، الجزء الأول والثاني والثالث؟ ماذا تعلمت من النص المعلوماتي؟ أولاً بدأنا بماذا؟ أحسنتي، بعنوان رئيسي يعبر كان عن كتار. هل تحدثنا عن منطقة أخرى أو حي آخر؟ لا، تناولنا عن كتار. إذن العنوان يعطينا المضمون. ثم جاء انتقلنا إلى العناوين الفرعية، وكل عنوان فرعي بدأ بجملة افتتاحية تعبر عن المضمون، ثم تأتي التفاصيل.
بعد ذلك ماذا تخلل النص؟ نعم، تخلل الصور لتوضيح المعنى وتوظيف الكاتب إلى الفعل مضارع. جزاك الله خيرا. ننتقل طالبتي العزيزة إلى التطبيق السادس لهذا الأسبوع، وفقك الله.